هذا الملتقى الذي كان ثريا من حيث الطرح والمناقشة فتح عنوان دور الإعلام في الجيش الوطني الشعبي، التحديات والآفاق، الذي جاء ضمن مدخلة قدمها اللواء بوعلام ماضي مدير الإصدار والإعلام والتوجيه. إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وبفضل نظرتها الاستشرافية تدرك تمام الإدراك أهمية الإعلام والاتصال وتعي جيدا المخاطر المرتبطة بالاستغلال السلبي لوسائل الإعلام بصفة عامة وخاصة الإعلام الإلكتروني من مواقع ومدونات ووسائط اجتماعية التي أصبحت في وقتنا الراهن بمثابة ساحات معارك حقيقية لما تتميز به من سهولة في الوصول إلى الجماهير المدمنة عليها وقدرتها على التأثير فيها وقولبة آرائها وتوجيهها وفق مصالحها وأهدافها. من هذا المنطلق وإيمانا منها بأهمية المضامين الإعلامية وما تفرزه من تحديات سواء على المستوى الداخلي المتصل بالقوات المسلحة أو الخارجي المتصل بالرأي العام الوطني وحتى الدولي، في ظل ما يموج به الجوار الإقليمي من تحديات أمنية معقدة وما تعرفه الساحة الدولية من تجاذبات، أولت القيادة العليا العناية اللازمة لمجال الإعلام من خلال الدعم المتواصل للهياكل الخاصة بذلك وحتى يتسنى لها التكيف مع التطورات الحاصلة في هذا المجال والتفاعل مع منتجاتها ورصد وتحليل مضامينها للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي عمل عدائي قد يستهدف المساس بأمننا الوطني ويحاول تقويض استقرار بلدنا. ليتابع الحضور بعدها تدخل وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر. دور الإعلام في هذا السياق هو باختصار يتجسد في تحدي إنتاج مضمون قومي في فضاء سيبريالي عنيف نظرا للمخاطر الجيوسياسية ومتطلبات الجبهة الداخلية وهي مستهدفة يوميا. أصبحت اليوم الشبكات الاجتماعية خليف للفاعلين الاجتماعيين، لازم نركز على الإعلام الرقمي والتواجد بقوة من خلال مضمون وطني قومي في الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية. انطلاقا من هذا اقترحنا إطار قانوني جديد لتشجيع إنتاج مضمون وطني من خلال المواقع الإلكترونية بالمصادقة على مرسوم تنفيذي مؤخرا للإعلام الإلكتروني يشجع إنشاء مواقع إلكترونية بقوة في بلادنا. مداخلات أخرى قدمها البروفيسور مزيان سعيدي بعنوان دور الإعلام في ترسيخ القيم الوطنية بيان أول نوفمبر كمرجعية، والبروفيسور محمد صايج بعنوان رهانات الإعلام الوطني أمام ديناميكية التهديدات الأمنية، والعقيد مصطفى مراح بعنوان دور الخطاب الإعلامي في تعبئة الرأي العام لتعزيز الدفاع الوطني وتماسك الجبهة الداخلية إعلام الجيش الوطني الشعبي كنموذج، والأستاذ الطهر بديار بعنوان ضبط النشاط الاتصالي ودوره في تعزيز السيادة الوطنية، والبروفيسور عمار عبد الرحمن بعنوان الأمن والدفاع الوطنيين في ظل تطور تكنولوجية الإعلام والاتصال التهديدات والرهانات. وهي المداخلات التي تناولت بالبحث والدراسة المناهج الكفيلة بأعمال استراتيجية إعلامية فعالة معدة جيدا تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وتعمل على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وتنمية الوعي الأمني والتلاحم والانسجام الوطنيين بين الشعب ومختلف مؤسسات الدولة، ليفسح المجال بعدها للحضور لإثراء النقاش. الملتقى الإعلامي العلمي تابعه إطارة الجيش الوطني الشعبي عبر تقنية التحاضر المرئي في مختلف النواحي العسكرية للوطن.